يسعد أوقاتكم مشاهدينا مشاهدي قناة العالم سوريا ومتابعي برنامج دامسكو بحلقة جديدة وفقرات منوعة بتلامس اهتماماتنا اليومية وبتحكي بلغة الشباب. يسعد مساكي صبا. أهلين فرح، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله، أنت كيفك؟ روى. خلينا هيك فورا ناخذ المتابعين بجولة صغيرة لنعرف لمحة عن المحطات يلي حنشوفها اليوم بساعد دامسكو، تابعوا معنا. قصص ومحطات في حياة اليافعين بمنصة شبابيك الإلكترونية. وحنتعرف على بعض النباتات المنزلية السامة لنقدر نحمي أطفالنا. أنشطة تعليمية وترفيهية على يوتيوب لفتاة في الرابعة من عمرها. وعنا أيضاً طرق العلاج الفيزيائي للشلل الدماغي عند الأطفال. مشاهدينا، جولتنا لليوم رح تكون من جزيرة قشم في إيران، وهي تعتبر من أكثر الوجهات السياحية تميزاً، هذا الشيء بيرجع أكيد لطبيعتها الخام. كمان فرح إذا كنا عم ندور على مكان بعيد عن الضجة وصخب الحياة، فالمعالم الطبيعية بتبقى أكيد هي الخيار الأول، فخلونا نشوف قشم اليوم ونرجع. يسعد اوقاتكم مشاهدينا، باولى فقرات حلقتنا لليوم رح نتعرف على جمعيه كان لها اثرها الايجابي بالمجتمع على امتداد المحافظات السوريه بنشاطات مقدمه لكافه شرائح المجتمع. وهاد فعلا الحلو فرح، انه ما يكون في استثناء لاي شريحه، بدايه مع الاطفال، تعليمهم الاهتمام فيهم وحمايتهم، مرورا ايضا بالسيدات وتمكينهم وصقل خبراتهم ومهاراتهم بالحياه، ايضا وصولا لكبار السن يلي هن بحاجه لرعايه للتكيف الاجتماعي والنفسي بالوصول لسن التقاعد، بتكون مرحله اكيد صعبه، وبالنهايه المساعده لتامين سبل العيش. اكيد كل هالتفاصيل واكثر رح نحكيها مع ممثل الجمعيه السوريه للتنميه الاجتماعية اللي صار معنا ضمن الاستوديو الأستاذ ماهر شيخاني، وحيكون معنا أيضا مداخلة عبر السكايب للأستاذ واجب الدرزي كما لحتى يعرفنا على النشاطات الجمعية بشكل أوسع وأكثر. أهلا وسهلا فيك أستاذ ماهر. يا هلا، أهلا وسهلا يا أهلا فيك أستاذ ماهر. يعني بداية نحن حكينا قسم عن الجمعية وعن رؤيتنا، لكن نحن بحاجة لهلأ حدا من أهل البيت يخبرنا عن تأسيس الجمعية، الرؤية يلي أدت لها وأهم أهدافها. حقيقة تأسست الجمعية بسنة 2009 ب 15/7 هو ميلادها للجمعية، كانت البداية من معهد خالد بن وليد للأحداث الجانحين. نعم. كان الفريق 15 شخص، بسبب الحرب اللي صارت على سوريا أدى لأنه تتوسع أعمال الجمعية. حاليا الجمعية السورية موجودة ب 230 موقع ب 13 محافظة، بفريق متطوعين 3000 متطوع و 1000 موظف. يعني رؤية الجمعية أو خلينا نقول الشغف، نحن بنسميه شغف للجمعية، هو الأولوية الكبرى لفئة الشباب. فئة الشباب اللي نحن يعني هو مغزى العمل تبعنا، بالإضافة للأشخاص المهمشين، لأنه نحن شعار الجمعية هو على الهامش وبالصميم، هو شعار انطلقنا منه لنشتغل بكل الأنشطة اللي نحن بنشتغل فيها. حلو كثير. استرجاع النفوس، ترميم النفوس، استرجاع الحياة، هو رؤية وأهداف من أهداف الجمعية. العمل على أعلى المستويات المهنية لحتى يكون أنشطتنا كلها تفاعلية مع كافة مكونات الشعب
نعم. والمجتمع. نعم، طالما نحن عم نحكي عن النشاطات الموجهة لكافة فئات المجتمع، بدنا نحكي بداية عن النشاط الموجه لليافعين، لو هيك تخبرنا تفاصيل عنه. حقيقة نحن بنشتغل مع اليافعين بكافة أنشطة الجمعية، منها التعليمية، الترفيهية، الثقافية، حتى بدور الإصلاح نحن كمان بنستهدف اليافعين. وبرامجنا كثير هي قريبه منه، نحن عم نحكي عن برنامج شبابيك، برنامج دنيانا، برنامج مجموعات الصداقه اللي احنا بنشتغل معهم. زميلي واجب رح يكون واجب معنا اكيد عبر السكايب، رح يكون اكثر توضيحا مني بهذا الشيء. اكيد الاستاذ واجب معنا عبر السكايب رح يخبرنا تفاصيل اكثر، بس بدايه بدي تسمح لي نورجي المشاهدين شوي من منصه المسرح التفاعلي ومنصه شبابيك الالكترونيه اليوم شو عم تقدم على ارض الواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. كتير بشع لما تحس الناس عم تتهامس عليك، والأبشع لما تسمعهم وتشوفهم عم يحكوا عنك. وهلأ متابعين معكم متابعينا لحتى نحن نحكي أكثر عن منصة شبابيك الإلكترونية وكثير من النشاطات الثانية، وبدنا نقول مساء الخير للأستاذ واجب الدرزي اللي هو مسؤول برنامج المسرح التفاعلي، صار معنا عبر سكايب. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا بكم. أستاذ خلينا بداية نحكي عن التوجه لليافعين، عم يصير في طرح قضايا للرأي العام لحتى يأثروا وأيضا يتأثروا اليافعين بهذا التابع، فياريت تخبرنا تفاصيل أكثر. هلأ نحن من خلال برامجنا بالجمعية وملفات الجمعية اللي هي حماية الطفل، العنف القائم على النوع الاجتماعي، والدعم النفسي الاجتماعي، نقدر نتدخل تدخلات نفسية مع الأشخاص المهمشين بالمجتمع. هدول الأشخاص المهمشين هنو نحن نستهدف أكثر شيء فئة اليافعين. نعم. يمكن لأنه هي الفئة اللي تأثرت كثير بفترة الحرب أو بفترة الأزمة اللي مرت عليها بلادنا. صحيح. هلأ أحد المنصات تمام أحد المنصات اللي قدرنا نحاكي فيها هي الفئة هي منصة شبابيك، اللي هي قناة افتراضية تفاعلية. هاي المنصة بتقدم فيها عروض بتحكي عن قصص وخبرات واقعية مر فيها هدول الأشخاص اللي هنون يافعين بحياتهم. أغلب هاي الخبرات كانت تعتبر محطات مفصلية بحياتهم، منهم السلبي ومنهم الإيجابي. هدول الأشخاص وعن طريق تدخلاتنا كجمعية بالشكل العام ومن خلال برنامج المسرح التفاعلي بالشكل الخاص، رح نحاول نفتح شبابيك مسكرة لنقدر نوصل صوت هدول الأشخاص المهمشين للمجتمع، كون القضايا اللي عم تنطرح هي قضايا اجتماعية، يعني بتحتاج لمشاركة مجتمعية وحلول مجتمعية من قبل المجتمع. من خلال هي المنصة نحن عم نعرض فيديو عن قضية طلعت من خلال تدخلاتنا رصدناها مشكلة اجتماعية، ومنتظر تعليقات المشاهدين على هي المنصة على الفيسبوك لحتى نشوف قديش هنهم قادرين يكونوا مناصرين للفكرة أو ضد الفكرة، قديش قادرين يعملوا دعم لهي القضية. في طرح حلول من قبل المتابعين؟ تماماً. هلأ في ضمن الفيديوهات في شخص هو الجوكر، بيكون اللي بيطرح أسئلة موجهة بشكل مباشر للجمهور أو للمشاهد لحتى يطرحوا حل، انه انتم لو كنتوا محل هذا الشخص اللي هو مهمش شو بتساوي او شو الحل. فاغلب التعليقات اللي بتكون موجوده ضمن هذا العرض او ضمن هذا الفيديو
هي حلول بتكون باتجاهنا نحن. لو كنا محل هذا الشخص بنساوي هيك. تمام. هلا بالعاده بيكون في بحاله المسرح نحن كنا بنفعل الجمهور على المسرح وبناخذ الاراء من الجمهور. بسبب جائحه كورونا وبشان كرمال موضوع اجراءات السلامه العامه والصحه العامه نحن انتقلنا على الواقع الافتراضي. تمام. فالتعليقات هي اللي بتكون مشاركه الجمهور وتفاعلهم وحلولهم. يعني استاذ نحن من خلال هاللمحه اللي اعطيتنا اياها قدرنا نعرف ليش شبابيك وقدرنا نعرف كيف عم بيكون المسرح التفاعلي. مثل ما قلت دائما خشبه المسرح فيها فعل وتتلقى رد فعل، فبدنا نعرف من حضرتك كيف عم بتلاقوا الاثر على اليافعين نفسهم يلي هن عم يكونوا ابطال القصص وعلى المتابعين، عم تحققوا الرضا يعني من خلال عملكم؟ هلا اول عرض نحن عرضناه على قناه شبابيك اللي هو هلا متواجد على المنصه هو عرض عن قضيه التنمر واللي هو ضمن حمله بلشناها ببوسترات عن التنمر وهلا صارت عرضنا فيديو ممكن يتابعه بشيء ثاني ممكن له علاقه بشيء فني. نعم. هلا اغلب التعليقات اللي احيانا بتكون يعني سلبيه او ما انا موجهه صح او الحلول ما كانت بالشكل الصحيح أو مؤذية للشخص اللي عم يشاهد اللي هو صاحب القضية بتلاحظي إنه اليافعين هنون اللي عم بيردوا يعني هنون اللي عم بيجاوبوا بطريقة كتير لطيفة من دون تجريح. نفس اليافعين اللي طرحوا القضية هنون اللي عم يجاوبوا مو جمعية ولا موظف جمعية، فنحن ما عم نكون طرف ونحن عرضنا القضية وخلينا اليافعين اللي عرضوا واللي عم يتفاعل يتفاعلوا بحوار معين ليوصلوا لحل لهي القضية. تمام. شكرا كثير لك استاذ واجب على اللمحة السريعة اللي اعطيتنا اياها لمنصة شبابيك الالكترونية. ان شاء الله بالتوفيق. هلا مشاهدينا رح نرجع على استوديو والاستاذ ماهر شيخاني لحتى يخبرنا اكثر عن تفاصيل الانشطة المقدمة والموجهة للسيدات. اليوم في صقل مهارات وايضا اكتساب خبرات عم يصير من قبل السيدات بجمعيتكم، لو تخبرنا عنه. حقيقة اشتغلنا كثير أعمال مع السيدات وتحديدا يعني إذا بدنا نضوي على الشغلات اللي كانت كثير في إلى صدى وأثر إيجابي اللي هو التدريب المهني للسيدات. بعد ما صارت الحرب على سوريا وما إلى وتداعياتها والآليات التكيف السلبية اللي اتبع البعض صار الاتجاه نحو تعزيز الاتجاهات الإيجابية مطلب. وبصراحة يعني خلينا نقولها بشكل مبسط أكثر أنه المرأة أخذت الرجل وأخذت مكانته صحيح. يعني صار في عنا تغيير بالأدوار. هذا الشيء صار عنا فجوة بين الاحتياجات السوق وبين الموارد البشرية اللي موجودة عنا. صار الشغل على تدريب السيدات بمهن توائم احتياجات السوق. نحن عم نحكي عن مهن أحيانا كانت هي حكر على الرجال، عم نحكي عن مثلا مثل التمديدات الكهربائية، التمديدات الصحية، طبعا المهن اللي بتناسب طبيعة الجسدية للمرأة، ولاقت نجاح كتير كبير. وفي سيدات يعني بجعبة الجمعية قصص نجاح كتير كبيرة عن سيدات اكتسبوا هاي المهارة من خلال برنامج تدريب المهني وحاليا عم يشتغلوا بمهنهم الى الان. احنا عم نحكي من 2016 2017 تقريبا البرنامج كان بالذروه تبعه. معناها يعني صار في عندكم هلا خلينا نقول رؤيه عن نظره المجتمع لدخول هالمهن هي بشخص المراه لها، يعني صار لازم قيمتوا التجربه، فكيف طلع معكم؟ بدايه كانت كثير بصراحه تجربه يعني كانت ردود الفعل ما كانت كثير ايجابيه من المجتمع وكانت تتعرض لبعض التنمر وهذا شيء طبيعي متوقع تماما. بس العمل كان على تعزيز ثقافة المرأة ثقتها بنفسها من خلال برامج جمعية، برامج البي اس اس اللي هو الدعم النفسي، برامج جي بي في وما الى هنالك. ما في سيدات انسحبوا يعني لو انه التجربة صعبة وقاسية وقالوا خلص ما حنقدر نكمل؟ انسحبوا ورجعناهم رد. حلو كثير. في عندكم اصرار. خلينا نحكي هلا عن كبار السن ولو بلمحة بسيطة في نهاية حوارنا. كبار السن نحن بنبلش نستهدفهم من عمر 60 وما فوق بضمن برنامجنا اللي احنا كثير بنعتز فيه اللي هو ذهب عتيق. اما بدور الرعاية بيكون هذا البرنامج يدور رعاية المسنين او من خلال مراكزنا المجتمعية الموجودة بالمحافظات.
أو من خلال الزيارات المنزلية. في عنا برنامج اسمه الرعاية المنزلية اللي بيكون بالتعاون مع الشريك، الشريك اللي هو الزوج أو الأخت أو ما إلى هنالك، تقديم برامج ترفيهية ثقافية صحية وأحيانا مساعدات طبية ومساعدات عينية وما إلى هنالك. عم يكون معنا كبار السن، هن مشاركين بكافة الخطب والأنشطة اللي عم يتلقوها. يعطيكم كل العافية أستاذ ماهر، مشيتوا الطريق من أوله، يعني بديتوا مع الأطفال، توعيتهم، الاهتمام فيهم، رحنا لليافعين، بعدين مروراً بالمرأة السورية بظل الحرب القاسية، وأخيراً مع كبار السن. يخليكم بهالهمة ودائماً مع أفكار جديدة ومبتكرة. يعطيكم العافية. شكراً. شكراً لك. خلينا نحرص على حملات التوعية لحتى نوعي أطفالنا أنه هنن يهتموا بالنباتات. بس هم بدي أخبركم معلومة أغلبنا بيجهلها، اللي هي النباتات المنزلية في منها أسام ممكن تأذي الطفل من سوء الاستخدام أو مجرد الملامسة. تفاصيل أكثر أكيد مع التقرير والمهندسة الزراعية رقية نوفل. بالرغم من جمالية نباتات الزينة وقدرتها على تحمل الظروف المناخية الصعبة وألوانها اللي بتحلي بيوتنا وبتجملها سواء كانت عنا جوا بالبيت أو بالحديقة الخارجية، إلا أنه بعض هاي الأنواع النباتية فيها نسبة سمية. طبعاً ننتبه أنه بتقتصر سميتها على حساسية بسيطة أو تهيج بالجلد والفم. قليل من هاي النباتات بتعطي أعراض ثانية بتعرف عليها بحلقة اليوم. نباتات السامة هي نباتات بتحتوي على نسبة معينة من مواد فعالة أو مواد منتجة لها. طبعاً تختلف السمية اللي موجودة بالنبات بين نبات لآخر، نبات تتركز سميته بالأوراق، نبات تتركز سميته بالساق، نباتات تتركز سميتها بالجذور، وفي نباتات جميع أجزاء سامة. الطريقة الأمثل لنحنا نشخص أعراض الإصابة أو السمية ونعرف طرق معالجتها هي يكون عنا علم تام ودراية بالمركبات أو المواد الفعالة يلي بتسبب هي السمية، منها القلويدات، السكريدات، البروتينات، بالإضافة للمواد الراتمزية. نتعرف هلأ مع بعض على مجموعة من النباتات يلي فيها نسبة سمية ونتعرف كل نبات وين تتوضع سميته. حنبلش عن المونستيرا أو القفص الصدري، تتوضع السمية بالثمرة اللي بتكون على شكل أناناسة. عنا الدفن باخيا، هو نبات بيستخدم التنسيق الداخلي، سميته بتتوضع بالأوراق. مضغ هي الأوراق بكميات كبيرة بيؤدي لحدوث خرس مؤقت وضيق التنفس. عنا زاميا فولوس، زاميا بتترك سميتها تمام بالأوراق. عنا الكروتون سواء بأنواعه الأرقبة أو الأسيتون، السمية كمان بتكون موجودة بالعصارة اللي بتطلع منه، ملامسة هي العصارة بتسبب حساسية وتهيج بالجلد. عنا الأجلونيما، الأجلونيما أوراقها بتحتوي على بلورات أكزالات الكالسيوم، كمان تناولها بسبب لتهيج بالغشاء المخاطي المبطن للأنف والفم. عنا نبتة الأزاليا الداخلية المزهرة، طبعا هي نبتة جميع أجزاء سامة فيها توكسينات، تناولها بعد عدة ساعات بيحتاج الشخص لغسيل معدة فورا، فلازم نتجنب هذا الشيء. في عنا الإيفوربيا أو شوكة المسيح، كمان نبتة جميع أجزاء سامة بتطلع عصارة لبنية، هي العصارة اللبنية إذا وصلت للعين فبتسبب عمى مؤقت. شوية أخذ حذر وحيطة اتجاه أولادنا ونوعيهم ونحن بخير. شكرا كثير لكم على المتابعة، بلتقى فيكم مواضيع ثانية. كلنا بنعرف انه التربية الصحيحة والسليمة للطفل بتتطلب انه اهله يوجهوه للاشياء يلي بتناسبه ويلي هي صح انه يتعلمها، وفي بعض الاشياء مثلا ما لازم يقولها من غير اللائق او حتى تصرفات ممكن تسبب له الضرر. بس الاهم من هذا كله فرح انه لازم الاهل يشجعوا اطفالهم لما يشوفوا عندهم موهبة معينة او ملكة معينة خلقت معهم انهم هنن يحبوها يفرحوا فيها ويقدموها للعالم بكل ثقة.
اكيد سبا مثل ما قلتي لازم مشاهدينا نحن اليوم امنا بعد ما شفنا مثال حي، طبعا هلا كلياتنا حنشوفه سوا، يعني مثال حي للتشجيع والدعم لاطفالنا قديش هو مهم لينموا مواهبهم ويطوروها. ام دعمت بنتها بعمر الاربع سنين لحتى تطلع مشروعها الخاص يلي هو قناه عبر اليوتيوب لبث الفيديوهات الطريفه والمهضومه وايضا ذات محتوى قيم ومفيد جدا. الحلو انه الطفله صار عندها متابعين، واليوم نحن والمتابعين حنشوف كيف ممكن فعلا ام توصل طفلتها لقلوب الناس يحبوها. وخلونا نرحب سوا هلا بسلمى النداف وهدى نجاري صاحبه مشروع هدوشا كرافتس. كيفك مدام؟ يا هلا يا اهلا وسهلا فيكم، يسعد اوقاتك انت وهدى. اوقاتك ان شاء الله. بداية مدام رح نبلش معك، يعني هي الفكرة بحد ذاتها شوي غريبة علينا، وخصيصا انه اليوم عندك طفلة بعمر الاربع سنين، فيعني اكيد عم تعذبك او اكيد هي الى آراءها الى نشاطاتها، فخبرينا كيف عم يتم التعامل معها وكيف نجح هذا المشروع اليوم على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم وحابه اشكركم على الاستضافه. اهلا وسهلا فيكم. اكيد التعامل مع طفلي عمره اربع سنين شيء مو سهل ابدا، ولكن انا دائما بحاول اعمل هذا الشيء بطريقه مشوقه، اعمل الفيديوهات اللي عم بساويها والنشاطات اللي عم بعملها بطريقه ممتعه لهدى قبل كل شيء، ولازم تكون هدى سعيده حتى يكون العمل ناجح. حلو، هذا اهم، هي اهم شغله. تمام، طب مدام خلينا نبدأ مع الفكرة من بدايتها، كيف بديت وكيف خلينا نقول رحتي بهالاتجاه، وقد ايه كان عندك مخاوف سواء من تنمر السوشيال ميديا على الطفلة أو مثلا هدى تكبر بكرة وتقلك إنه ليش أنت نشرتي لي هدول المقاطع عبر السوشيال ميديا؟ من وقت ما كان عمر هدى صغير، يعني بدي أقول لك من وقت ما كان عمره 10 أشهر أنا بدأت أعلمها الأحرف العربي، ما فيني أقول لك علمها لأن هي عمر 10 أشهر صغيرة لسه على هاي الكلمة، أنا عن طريق اللعب عن طريق المتعة وعن طريق التسلية حاولت أعطيها معلومات مهمة ومفيدة، حاولت أعطيها أعلمها الأحرف العربية. ولما صار هدى عمرها سنة ونص كانت هدى حافظة الأحرف العربية، كانت قادرة تعطيني أمثلة على الأحرف العربية ونفس الأسلوب صراحة اتبعته لابني الأصغر من سنة. لا يوم من الايام انا فتت على غرفه اطفالي لقيت ابني الصغير عم بيكتب على الحيط، ففتت انا معصبه ومتضايقه انه كيف عم تكتب على الحيط انه هذا الشيء ما بصير. نعم. بس لما دققت بشو كاتب على الحيط كان كاتب بعض الاحرف العربيه، صراحه انا هون ذهلت لاني كان عمر ابني سنه وثمان اشهر وانا بعرف كثير منيح انه عضلات ايد الطفل عضلاتها ضعيفه، يعني لسه ما قادر يكتب، وانا ما علمت وما مسكت الورقه والقلم، وانما انا كنت دائما طبق نشاطات طبق افكار مختلفه قدامه. بس هذا الشيء اللي شفته قدامي بصراحه اعطاني حافز كثير كبير انه اعمل نشاطات اكثر واكثر وطول لهم هذول المهارات بشكل اكبر. لفتره الحجر الصحي، بصراحه فتره الحجر الصحي صار عندي وقت طويل، وقت فراغ لإلي ولاطفالي، هذا الوقت حاولت استغله واعمل نشاطات مفيده لاطفالي. احد النشاطات وهدى عم تعمل رسمي عن طريق الورق المحارم وعم بتلون الوان مائيه، صورته انا ونشرته، صراحه هذا الفيديو لقى اقبال كثير كبير وتشجيع من كثير عالم، سواء مهتمه بالاطفال وسواء مهتمه بالرسم، انه كيف طفله بعمر ثلاث سنين ونص قادرة تستخدم الألوان المائية بطريقة مميزة. نعم، حلو جدا. هذا التشجيع والأقبال خلاني أصور بقية النشاطات وخلاني أعمل طور هذا الشيء أكثر وأكثر وصورهم وأعرضهم على الناس حتى ممكن كتير ناس تستفاد من هاي الأفكار وتطبقها على أطفالهم بهذا الطريقة بهذا الأسلوب أيضا. حلو كتير، يعني الموضوع معك بلش بشكل عفوي، طب هل فكرتي تطوري هذا الموضوع من خلال مراجع من خلال مناهج معينة أنت ترجعي لها لحتى يكون الفيديو يعني ذات قيمة ويعني يرتكز على مرجع معين؟ طبعا، هلا هي قناة منتسوري تعليمي لتنمية قدرات الطفل الذهني والحركي. طبعا أنا قرأت كثير، وأنا غير هيك أنا مهندسة زراعية بسوريا، درست عدة سنوات وكنت موظفة بوزارة التعليم العالي بسوريا، وحاليا أنا موجودة بالدنمارك منذ تقريبا خمس سنوات. حتى هون أيضا عملت نفس هذا المجال، عملت مجال التدريس أيضا، وحاليا خطر ببالي هذا المشروع لاني لقيت نتيجه كثير حلوه مع اطفالي ولقيت نتيجه بصراحه باهره، ولما عرضت هذا الشيء لقيت التشجيع من العالم ولقيت كثير ناس
سواء مدرسين سواء مديرين روضات سألونا صاروا يسألوا لهذا الأسئلة. هدى بنرجع منكمل حوارنا معك بعد ما نشوف هذا الفيديو يلي من خلاله رح نطرح عدة مقاطع لإلك على اليوتيوب من تابع مشاهدينا. مكملين معكم متابعينا، وهلأ رح نرجع نسأل هدى مرة تانية. كيف حالك يا هدى؟ كيف حالك يا هدى؟ الحمد لله. هدى، هل أنت سعيدة بمقاطع الفيديو التي تصورينها وتنشرينها عبر اليوتيوب؟ نعم. هدى، ما هي أكثر المواضيع التي تحبين أن تعملي عليها وتصوريها؟ أرسم وأعمل حاجة. وماذا أيضا؟ وقص الورق. وتقص الورق أيضا. جميل جدا. هل تفضلين قص الورق أم الأزياء؟ قص الورق. قص الورق، جميل. تفضل قص الورق على الأزياء. يعني مدام سلمى، قد ايه عم بيكون في صعوبة أن تتفاعل معك هدى، تصور الفيديو مثلا على وقته، تعمل شيء اللي أنت خلينا نقول الخطة اللي راسمتيها للفيديو؟ احكي لنا هيك عن هاي القصص الطريفة اللي بتصير معك بيومياتك بالنهار. صحيح. هلا التعامل اكيد مع طفلي عمره 4 سنين شيء مو سهل ابدا، مثل ما ذكرت سابقا اكيد بلاقي صعوبات احيانا، واحيانا اكيد ما بتستجاب معي هدى، فدائما انا بحرص انه هدى تكون سعيده، هدى تحس بالمتعه حتى يكون العمل ناجح. يعني دائما كمان في شغله كثير مهمه، انا بترك بين نشاط والنشاط الاخر بترك فتره زمنيه حتى هدى تتشوق للعمل الاخر، يعني حتى هدى تطلب هي تشتغل هذا الشغل، فبترك انا وقت حتى تستريح وحتى العمل التالي يعني يكون بشوق اكثر. يعني جميل. طيب ذكرت صبا عن موضوع التنمر، يعني قديش اليوم بتتعرض هدى لتنمر يمكن عن طريق السوشيال ميديا، وكيف انت عم تبعديها عن هي الاثار السلبيه اللي هي ممكن تتعرض لها؟ هلأ بصراحة أنا كتير مبعدة عن فكرة أعرض حياة هدى كيف ولا كيف بتفيق وكيف بتنام أو الحياة اليومية تبعت هدى. أنا دائما بحرص أنه ابتعد عن هذا الشيء، أنا ما نسلط الضوء على هدى بحد ذاته، وإنما أنا تسليط الضوء على الأفكار، على الأفكار التعليمية، على هذا الشيء المميز والشيء التعليمي، شيء له هدف وليس أنه بلا هدف. يعني فدائما انا مبعده هدى عن هذا الشيء، ولحديت هلا ما شفت غير اراء ايجابيه، لحديت هلا ما تعرضت لاي نقد، لاني بصراحه انا ماني موجهه الضوء لهدى. حلو هالشيء. يعني هو لانه السوشيال ميديا هي منصه مفتوحه، فممكن انه احيانا تتلقى بعض التعليقات، لهيك نحن لازم نسال عن مخاوف الام ايضا على طفله بعمر 4 سنوات. يعني بتخافي هذا الشيء بمحل معين يكون عم ياثر على طفولتها، يعني على وضع الطبيعي كطفله بعمر 4 سنين؟ هي هلا ممكن صار عندها متابعين وفولورز، يعني الشهرة لطفل بهذا العمر ممكن تأثر على أنه يعيش طفولته بشكل سوي؟ هلأ أنا مبعدتها كتير. هلأ هي ما أنا شايفة شو عم بصير وراء الكاميرا، هي مجرد ما عم تتصور فعلا وعم بتقدم نشاطاتها، ودائما بتشوف فيديوهات عن طريق اليوتيوب. يعني هذا الشيء اكيد ممكن تخافي منه، يعني مثل ما قلتي لما رفقاتها بيقولوا لها عم نشوفك، فهذا دليل على انه هي وصلت حققت شهره. اكيد. فعن جد هذا الشيء ما بيسبب لك اي خوف ضمنا هيك بينك وبين حالك؟ انا ما بعرض شيء بخصوصيات هدى كيف عم تتصور، كيف بتفيق، كيف بتنام، انا عم بصور فكره معينه، فلما بده يجيني انتقاد رح يجي انتقاد على الفكره وليس انه على هدى، عرفتي كيف؟
إجاك انتقادات إلك كشخصك كأم اليوم عم تعرض لبنتها فيديوهات على اليوتيوب ممكن يقولوا لك إنه هذا الشيء غير سليم وغير صحيح بالتربية. هلا بصراحة هي الآراء والتشجيع الناس هو اللي عطاني هو اللي خلاني انطلق في هاي الفكرة. تمام. هو اللي خلاني أنا طور هاي الفكرة. لحديت الآن ما تعرضت لأي انتقاد وإنما أنا متقبل أنا أتمنى أن أسمع انتقاد لأني هذا الشيء بيطور الفكرة أكثر وأكثر يعني. تمام. هذا الشيء إيجابي بالنسبة لي أنا إذا تعرضت لنقد فهو هذا الشيء أنا بعتبره شيء إيجابي. تمام. وبالأيام المقبلة مدام تفكري تطوري تجربة هدى، هلأ هي بعدها طفلة صغيرة بعمر 4 سنين عم تشتغل أشياء يلي محببة عند الأطفال ومحببة منهم، مع الوقت لما تكبر هدى في ببالك مشاريع مستقبلية؟ هلا هي الفكره بحد ذاتها لما انا شفت مثل ما قلت لك الاراء الايجابيه وشفت انه الناس عندها تعطش لهذا الشيء، تعطش انه لطرق تعليميه مبتكره، طرق تعليميه غير تقليدي. انا شفت هذا التعطش من قبل الناس وشفت حاجتهم لهذا الشيء، هذا الشيء اللي خلاني اطور بالفكره اكثر واكثر. هلا الشيء اللي انا متوقعته لقدام ممكن بعد فتره مثلا تكبر هدى وتختار طريق ثاني غير هذا الطريق، فممكن انا اوقفه انا استمر بالعمل لحالي مثلا بدون هدى. عرفت كيف؟ انه استمر بالطرق التعليميه، استمر بالطرق المونتيسوري لتنميه قدرات الطفل الذهنيه والحركي، ولكن هدى بكون اختارت طريق اخر لإله، فهذا الشيء بيعود لإله يعني. نعم، شكرا لك مدام وشكرا لك هدى، نحن سعداء جدا برؤيتك، شكرا، شكرا لوجودكم معنا شكراً لليوم. ايضا شكرا، شكرا كثير لكم، شكرا لاستضافتنا، شكرا. ماما قليل، الى اللقاء. الى اللقاء. الى اللقاء. الى اللقاء هدى. يعني فعلا فرح براءة الأطفال هي يلي بتسرق القلب، بيحكوا الأمور بعفوية ببساطة، فهذا الشيء بخليهم يعني بيدخلوا القلوب بلا استئذان أبدا مثل ما شفنا. أكيد أكيد سيبا. وهلأ خلينا ننتقل لموضوع تاني، موضوع طبي صحي بخص أيضا أطفالنا، قديش نحن منكون واعيين لفكرة حفظ الخلايا الجذعية منذ الصغر لحتى نقدر نعالج أطفالنا بالأمراض المحتملة اللي ممكن تجيهم وقت الكبر. بهالتقرير لنعرف تفاصيل أكثر. تعتبر الخلايا الجذعية بصمة وراثية لعلاج كافة أفراد العائلة بتشخيص المرض اللي يكون مشخص من قبل الطبيب، شخص واحد يكون متبرع بتستفيد منه جميع العائلة. أهمية الخلايا الجذعية في علاج الأمراض، كنا سابقاً نخسر أشخاص ما كنا على دراية أنه عنا نحن الخلايا الجذعية في علاج هيك أمراض. بدنا نحكي على أمراض هلأ نحن معترف عليه أنه نحن الخلايا الجذعية هي سحر لكل شيء، لكل الأمراض اللي نحن بنعرفها بحياتنا. لا، هلأ في شغلات مؤكدة وشغلات غير مؤكدة. الشغلات المؤكدة هي علاج أمراض المفصلية والعظمية، هي دراسات مؤكدة بس لعلاج الصلع، الألزهايمر، أمراض الدم، أمراض السرطانات، فلسه بقيد الدراسة. خلايا الجذعية بتاخدها من مكانين، كان من خلايا جذعية جنينية وخلايا جذعية عند البالغين. خلايا الجذعية اللي عند البالغين شوي لقينا فيها استخداماتها محدودة وإنه هي تتحول للخلايا المخصصة. الخلايا الجنينية لقينا فايدة كبيرة كتير فيها، بناخدها بطريقة انه هي تلقيح الحيوان المنوي للبويضة، بس ما بتنزرع، هي مثل طفل الانبوب يعني مبدأ، بس ما بتنزرع برحم الام ابدا، بتنقسم خلال 3 ايام 5 ايام بتعطينا شيء 150 خلية وبنستفيد منهم بعلاج الامراض. يمكن الاحتفاظ بهذه الخلايا لمدة 20-25 سنة، بس ننوه على شغلة على طريقة أخذ الدم من الحبل السري بعد الولادة مباشرة من 3-5 دقائق أقصاها كوقت، فبيحتفظوا فيه ببنك خاص. يأمل الباحثون والأطباء في أن تساعد الخلايا الجذعية في كيفية اكتشاف حدوث المرض من الأساس، على توليد الخلايا السليمة محل الخلايا المريضة، وعلى اختبار الأدوية الجديدة اللي عم تطلع من جديد على مدى سلامتها وفعاليتها. نسبتها 1-5% استعملت الدم الموجود بالحبل السري في سوريا، بس إن شاء الله هلأ في دراسات حتى بمشافينا اللي نحن عم نشتغل فيها إن شاء الله. نحن كنا مأهملين الموضوع بس إن شاء الله هلأ على دراية وعلى معرفة وعلى متابعة الأبديت بهذا الموضوع.
ببادرة من وزارة الصحة السورية للاهتمام بالطواقم الطبية بكل مشافي سوريا، كان في جولة، كان في أيضا اهتمام بموضوع اللقاحات وخاصة الإنفلونزا الموسمية، لأنه هاي الكوادر هي اللي حتكون واقفة حدنا وتهتم فينا، خاصة إذا كان فعلا في موجة مرتقبة وقادمة من فيروس كورونا. فخلونا نتابع سوا بهالتقرير. تتخذ وزارة الصحة السورية بشكل دوري كل ما يلزم بهدف وحماية صحة وسلامة الكوادر الطبية بظل جائحة كورونا. وفي وقت سابق أطلق وزير الصحة حملة لتعزيز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا لحماية جميع العاملين في القطاع الصحي. الحملة بدأت من الهيئة العامة لمشفى الهلال الأحمر العربي السوري استعداداً لازدياد محتمل بعدد الإصابات وإيقاف انتشار العدوى ما أمكن في أماكن الرعاية الصحية في مختلف المحافظات. حقيقة اخترنا المشفى هون لحتى نطلع أول شيء بشكل عام على العمل وحسن سير العمل والاجتماع مع الزملاء الأطباء الأخصائيين أو الزملاء المقيمين للتأكيد على استعمال وسائل الحماية المتعلقة بمرض الكورونا. اللي ساوته الوزارة الحقيقة بهالفترة هو عبارة عن آلية توزيع مع تدقيق على وصول هالوسائل الحماية للأطباء مستحقين أو الذين يجب عليهم استخدامها. وتضمنت الحملة توزيع ألبسة وقائية ومعدات حماية شخصية للعاملين الصحيين ومنحهم لقاح الإنفلونزا الموسمية وإجراء اختبار كشف أضداد فيروس كورونا في الدم للكادر الذي يعمل على تماس مع المرضى في مراكز العلاج والعزل المخصصة لمرضى كورونا. تم إنشاء غرفة عمليات في وزارة الصحة. هالغرفة العمليات مربوطة بكل المشافي وبكل العنايات المشددة. الغاية منها بشكل أساسي هي معرفة عدد الأسرة الفارغة وإمكانية دخول المريض لهال السرير وما هو تجهيز هذا السرير. نتمنى السلامة للبلد، والمقابل نتمنى أكيد سلامة لكادرنا الطبي الغالي علينا واللي هو ثروة الوطن. هذا الاهتمام الحقيقة نتيجة دعم حكومي، نتيجة عمل فريق حكومي كامل. يعني بعض الأطفال من إعاقة ممكن تكون بواحد من أطراف الجسم أو حتى بأحد أجزاء الجسم. أشيع هاي الإعاقات عم تكون ناتجة عن الشلل الدماغي اللي بيؤدي لضعف بعضلات الأطراف أو عضلات الجذع، واليوم هذا حيكون موضوعنا بالفقرة الطبية. أكيد هالشي بيستدعي وجود أخصائيي للعلاج الطبيعي والتأهيل، ويجب تعليم أيضاً الأهل وخاصة الأب والأم بكيفية إجراء تمارين علاجية لأطفالهم. كل هالتفاصيل وأكثر مشاهدينا لح يخبرنا فيها الأستاذ هادي مشهدية، أخصائي علاج فيزيائي. أهلا وسهلا فيك. يسعد مساكم، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ هادي. أهلا وسهلا. يعني بداية إذا بدنا نعطي للأهل وللمتابعين هيك مثل لمحة بسيطة عن موضوع الشلل الدماغي عند الأطفال وكيف بيتظاهر على عضلات جسمهم. تماما. هلا هو الشلل الدماغي أو بيقولوا إحنا السي بي أو السيريبرال بالسي هو عبارة عن مسمى كبير كتير، ولكن ببساطة هو عبارة عن عرض إصابة بتصيب الدماغ بثلاث مستويات أو بثلاث مراحل خلينا نحكيها. يا خلال الفترة الجنينية بيكون عندي مشكلة على الدماغ، أو بتكون خلال فترة الحمل وهي الولادة وهي الأشيع، أو تعرض الطفل لإصابة رضية على الدماغ ضمن فترة التدخل الأول اللي هي الثمان سنوات أعمار الطفولة. هالإصابة الرضية اللي بتصير على الدماغ إن كانت بتؤدي لمشاكل حركية على الأطراف الرباعية أو حتى على الجذع بحد ذاته، حتى بتأثر للرقبة بشكل جيد. وبعض الأحيان بيكون في عنا مشاكل بالإعاقة بتؤدي حتى لمشاكل باللفظ وبالنطق وبالإجراءات الوظيفية. كل إجراء هاي بتكون سببها متكرر بناء اللي ذكرناه من قبل. دور العلاج الطبيعي والعلاج الفيزيائي هو عبارة عن معالجة الأعراض
وتعليم الأهل بالدرجة الأساسية كيف يتعاملوا بآلية جيدة مع هالطفل من خلال الوضعيات الصحيحة، من خلال الإطعام الجيد، من خلال كيف نحمل الطفل. في بعض حالات شلل الدماغي بتلاقيها عابرة، يعني مثلا يمكن الطفل هذا يكون عنده منه قدرات جيدة. حالات الشلل الدماغي في منهم أذكياء جدا، في أطفال شلل دماغي فئة منهم بتكون الإصابة بأماكن معينة بالدماغ ما لها علاقة بالذكاء. كتير مهم الأمهات الكرام الولادة بأماكن صحيحة، أطباء التوليد يكونوا عند أشخاص صحيحيين، ما يكون التوليد عشوائي، لأنه ولادة الطفل ساعة مخاض سيئة مدى الحياة عانى الطفل، يعني لحظات. هي أول رسالة ندير بالنا منها، كتير نهتم بفترة الحمل من خلال الأدوية والمتابعة الجيدة من الطبيب، وفترة الولادة تكون من قبل أخصائيين. أي أول رسالة بالنسبة لي، وهي الرسالة الثانية لحقولة كمان، يجب أن تكون المعالجة الفيزيائية من قبل أخصائيين أو تقنيين دارسين العلاج الفيزيائي. تكمن مشاكلنا من خلال اتباع أشخاص ما لهم مهيئين للعلاج الفيزيائي. لذلك أنا بتمنى على الأهل لما نحن نتعامل مع معالج فيزيائي نعرفه أنه هو عن جد دارس علاج فيزيائي، مختص معالجة فيزيائية. وبسوريا نحن بلدنا كتير متقدم بهذا الموضوع، عنا التقنيين وعنا المجازين بكلية العلوم الصحية، وعنا حملة الإجازة الجامعية، حتى في عنا حملة الدكتوراه بالمعالجة الفيزيائية اللي بيقدروا يقدموا الخدمة بالطريقة الصحيحة. هذا الصح، هذا الأساسي. فخلينا من هون أستاذ هادي نحكي عن العلاج الفيزيائي للشلل الفيزيائي، عفوا للشلل الدماغي عند الأطفال. هل له أشكال؟ كيف بيبدأ الجلسة الأولى؟ حطنا بجوة. في حالات مختلفة، خلينا نقول مثلا فرضا الحالات اللي بتكون إصاباتها بالأطراف الرباعية. تمام. إذا كان الطفل عمره صغير، يعني بالسن المبكر، يعني خلينا نقول المفروض ان احنا نبلش بمتابعه الطفل من الصفر، يعني من الصفر من يوم الاول، ما قصد كلامي لنوصل للنتيجه، نشخص صح ونعرف مثلا شلون احنا بنعرف، لانه الطفل لما بيولد بيبين عليه ان كان رخو شديد لانه في منعكسات. هي الشطاره بالعلاج الطبيعي والاطباء، انا بشوف هالمنعكسات. في عندي عده من يسمونها احنا المنعكسات البدئيه او المنعكسات النخاعيه. هل المنعكسات طبيعيه؟ معناته الطفل ما عنده شيء. ظهر عندي خلل باحد المنعكسات، هون بقى بتبين الاشاره الصحيحه. لذلك الفحص الطبي المبكر من طبيب الاطفال او الطبيب اللي ولدته رقم واحد اساسي، انتقل للمعالج الفيزيائي. اذا كنت بلش بالطفل، اهم شيء الوضعيات الحقيقيه، نعلم الام، هل يا هل ترى ابنك عم يرضع بشكل جيد؟ هل عم ياخذ حلمة الثدي بطريقة نظامية؟ هي إشارات جدا مهمة. هل الطفل عم ينظر لك لما أنت عم ترضعيه؟ هي الإشارات هي بتهمنا نحن بالبداية كمعالجة فيزيائية لنعرف، يعني هي لازم يحكيها الأهل مثلا، لازم ينقلوها للمعالج الفيزيائي هي التفاصيل. طبعا حتى المعالج بيسألها، في عنا نحن بيسموه بالعلاج الطبيعي خاصة، طبعا هذا بيقوم فيه الأخصائي، أخصائي المعالجة الفيزيائية. أنا في عندي تقييم معين، في أسئلة معينة لازم أنا أسأل للأم عليها. رقم واحد، أنا بيهمني كمعالج فيزيائي الطفل لما ولد، هل أنت ولد ولادة طبيعية ولا ولادة قيصرية؟ هل عند من الولادة كان صعوبة بالولادة ولا لا؟ يعني معلومات بتساعد، معلومات أنا بتساعدني لأعرف شو بدي ساعد. طبعا بيكون مشخص طبيا بالنسبة لي، فحصت الطفل. بس إحنا معظم الحالات بتجينا متأخرة، يعني بعمره الطفل 4 أو 5 سنوات، وهون الطامة الكبرى إذا كان مشكلته تشنجية، لأنه مثلا الحالة التشنجية بيكون أخذ وضعية معينة المفصل أو الطرف ما له علاقة بالإصابة العصبية. الطفل بيجي رخو، بيجي ما له متشنج، بيجي مريح التعامل مع الطفل، بس بيكون أخذ وضعيات تشنجية. هاي الوضعيات لأنه ما نحط برنامج صحيح بالبداية أملت التشنجية الإصابة هاي. حتى أنا ما أخر عليكي، إذا الطفل إجا بالحالة المبكرة وكان ما له تشنجي وما أخذ وضعيات تقفعية أو صمل عضلي، في خطة علاجية بيعلمها المعالج الفيزيائي للأم من خلال تمارين هادفة. هالتمارين بتنعمل بشكل يومي بالبيت، إحنا ما بنكتب دواء ولا بنكتب وصفة طبية، نحن بنكتب تمارين علاجية. والعلاج الفيزيائي لشلل الدماغي ما بده غير أصابع ماهرة، يعني بده أيادي وعقل سليم ليتعامل مع الطفل، لا بده لا كهرباء. في حالات كتير بيقول لك مثلا الشلل الدماغي انا بدي اعالجه بالكهرباء. طفل دون عمر
الثلاث سنوات حتى بيقول لك الطب الاستطباب الطبي للخمس سنين لا تطبقي له تجهيزات كهربائيه فقط لا غير، علاج يدوي بشكل جيد، الوضعيات الصحيحه بشكل جيد، التحفيز للمنعكسات بشكل جيد، واعطاء تعليمات للام. واذا كان في مشكله بموضوع الاكل او البلع بنعلم الوضعيه الصحيحه للام، لانه اذا كان الطفل انعطى وضعيه خاطئه انا بدي طعمي للولد بتشردق الولد، صار معه استنشاق رئوي، استنشاق الرئوي فت بموضوع ما له علاقة بالشلل الدماغي، صار معي وهي مضاعفات يعني. وهي خلينا كثير بتكون بمرضى الرخويين، أطفال الرخويين. نعم. طب أستاذ خلينا هلأ نخصص شوي ونحكي عن المعالجة المائية، قديش معالجة المائية تكون فعالة؟ تمام. المعالجة المائية بشكل عام كثير مهمة للجسم، الهيكل، الهيكل الحركي. يعني المعالجة المائية بتساعدني من ناحية بشكل عام، ما أقول شلل دماغي بس لفوت على شلل دماغي، بتعطيني كتير استرخاء كامل للعضلات وللهيكل العظم وللأعصاب بشكل عام. يعني في استرخاء بصير بالماء. تعامل مع أطفال الشلل الدماغي بالعلاج المائي رائع جدا، بس بشرط أنه يكون المعالج معه بالماء، يعني يكون أحواض الماء يكون المعالج معه. يعني أنا إذا بدي أعالج مو أنه بحطه بمغطس، أوكي بمغطس ما أصفت علاج ماء. علاج المائي الحقيقي إذا تشتغلي صح هو ضمن بيسموه هبرات نظامية، برنامج أحواض كبيرة، بيقعد المعالج الفيزيائي يكون غميئة. يعني مو شرط غميئة، أنا بقعد بمسك الطفل الشلل الدماغي، بصير أثناء المعالجة بيسموه نحن مبدأ الجاكوزي. نعم. تمارين ضمن الماء يعني بيعملها المعالج الفيزيائي مع الأهل أو بيعلم الأهل. فرضا في أطفال بيكون شلل دماغي عندهم حركات حوية مثلا، بيقول له أخي أجيبي أواعي الخاصة الداخلية حطي لي وخليه يلعبها يغسلها. يعني مبدأ الغسل والنظافة، فأنت بتفوتي بمبدأ بتعلمي مهارات إلى علاقة برياضة. يعني هذا الشيء فعلا مفائل، يعني لأنه هي الحالة أبدا ما لها سهلة، فأنا أبداً يكون في كتير أبداً من الحلول. وأيضا الحلول إلى علاقة باللعب للأطفال، فهذا الشيء كتير لذلك حلو. لذلك نظرة المعالج ومتابعة المريض، نحن جلسة المعالجة الفيزيائية مو والله فات المريض عملت له حركات والله معك. شو بينصحنا أستاذ المعالج تحديدا للأهل؟ يعني للوقاية من المراحل المتقدمة أو حتى قبل ما حضرتك حكيت قبل ولادة الطفل. هلا سيدتي الفاضلة مع احترامي لكم لقناتكم الكريمة، أول شغلة وأهم شغلة الأهل، الزوجين صار في حمل كريم مبارك، المتابعة الطبية الجيدة، عدم تناول أدوية عشوائي، والله المرة وجعني راسي داخل أي دواء، لا لازم تتابع عن طبيبة نسائية تابعة لأمور، هي رقم واحد. طبعا نحن كل شيء بيجي من الله يا محلا، وقلت لك بالبداية موضوع الولادة، قدر الله وإجا عندي مشكلة عند الطفل، رقم واحد اتعامل مع الأخصائي بشكل جيد، نفذ التعليمات بشكل جيد مع مدى طويل، لأنه طفل الشلل الدماغي مو يوم ويومين، حتى بعتزم الكلمة أحيانا مدى الحياة إذا كانت إصابته شديدة. بس بنفس الوقت في حالات من الشلل الدماغي متقدمة، يعني طفل الشلل الدماغي قابل للتعلم، طفل الشلل الدماغي قابل، حتى في إلي أنا صراحة أصدقاء مصابين بشلل دماغي على مستوى عالي من الدراسة الأكاديمية وموجودين بمجتمعنا الحالي وبنستفاد منه، وعنده حركات إصابات، لأنه طفل الشلل الدماغي مو أنا مشكلتي صفت بإمكانياته وقدراته العقلية، هي بصير نوع من انواع الميكسد بيناتهم بالمشكله الحركيه وبالمشكله الدماغيه، بس في منهم بيكونوا طبيعيين دماغيا وبيكون قابلين للتعلم، لذلك هدول لازم انا ادير بالي عليهم. اكيد بيرجع المسؤوليه الاولى للاهل واكيد ايضا للاخصائيين، ظروف الحياه والاهل يكونوا داعمين له لحتى هو يقدر يتفاعل مع محيطه. شكرا كثير لك استاذ هادي مشهديه اختصاصي علاج فيزيائي لوجودك. نورتونا وشكرا لكم، اهلا وسهلا ومرحبا فيكم. وهلا فرح نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نتمنى انه نكون قدرنا نقدم المواضيع يلي بتهمكم متابعينا، وتضلوا معنا دائما وتخبرونا عن ارائكم. أكيد خبرونا عن آرائكم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وإنستغرام. تبقوا بألف خير ونشوفكم بالحلقات المقبلة.